فما دام هذا البيت باقي فالدين باقي والإسلام باقي، وإذا سقط بناء هذا البيت فلا دين على وجه الأرض ولا إسلام. الله عز وجل فضل هذه البقعة على سائر بقاع الدنيا، وأخبر في كتابه عن تلك الخصائص العظيمة التي جعلها له ولم يعطها لمكان سواه، فجعل هذا البيت هدى للعالمين، وما جعل مكانا موصوفا بهذه الصفة إلا هذا البيت، وجعله مثابة للناس فعلقت القلوب نحو هذا البيت، لا يقضي الناس منه وطرا، يأتون ويعودون ثم يكررون العودة إليه، لأن الله جعله مثابة للناس، وجعله الله عز وجل قياما للناس. وما جعل الله عز وجل القيام للناس إلا في أمرين ذكرهما في كتابه الكريم: الأول المال، فبه قوام الحياة كما قال الله عز وجل مخبرا عن ذلك في قوله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قيام الحياة لأن الله قال ذلك. والأمر الثاني الذي جعل الله عز وجل فيه القيام للناس هو هذا البيت العتيق. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والقيام الذي ربط بالكعبة أعظم من القيام الذي ربط بالمال، فما دام هذا البيت باقي فالدين باقي والإسلام باقي، وإذا سقط بناء هذا البيت فلا دين على وجه الأرض ولا إسلام. وما دام البيت باقي فالحياة باقية للناس، فإذا سقط بناء البيت فلا بقاء للحياة الدنيا، لأن الله أخبر أن البيت قيام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى بسند صحيح: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فالبيت قيام، ما بقي بقيت الحياة، وإذا سقط انتهت الحياة، وهذا مرتبط بالمعظمين للبيت ويتقدمهم الحجاج والعمار. ولذلك قال ابن عباس فيما ثبت عنه: لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. فالبيت قيام، وكذلك من القيام المرتبط بالبيت قيام المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمعر حاج قط. قيل لراوي الحديث جابر: ما معنى ما أمعر؟ قال: أي ما افتقر. فمن حج صادقا لا يفتقر بعد حجه. فهذا من القيام الذي ربط بهذا البيت. فإذا أمر الاصطفاء والاختيار عظيم، وقوله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فإن هذا أصل عظيم مبني أو يبنى عليه هذا الأصل العقدي العظيم.